أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله عن بالغ شكرها وعظيم امتنانها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة أمر جلالته بتخصيص مبنى للمحاكم الأسرية يراعي خصوصية القضايا الشرعية الأسرية ويسرع من إجراءاتها، الأمر الذي يؤكد مجددا على اهتمام جلالته الدائم بالأسرة البحرينية وحرصي على أن تتيح الأجهزة التنفيذية في الدولة كل ما يلزم للحفاظ على خصوصيتها ويعزز من استقرارها، معربا سموه عن بالغ سعادتها وارتياحها لصدور أمر جلالته السامي الذي جاء خير داعم لتوصيات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية بإنشاء محاكم للأسرة في مبنى مستقل وبعيد عن مجمع المحاكم الحالي. وقالت صاحبة السمو حفظها الله إنه بموجب هذا الأمر السامي ستكون الساحة القضائية هي أحد الفضاءات المؤهلة والمناسبة التي يتم من خلالها احتواء الخلافات الأسرية عن طريق تفعيل دور الإرشاد والتوفيق الأسري بعيدا عن ساحات المحاكم الأخرى، مشيدة سموها بدور المؤسسات القضائية في مملكة البحرين وما تتولاه من دور كبير في متابعة تنفيذ العدالة التي تأخذ بمصلحة كافة أطراف الأسرة الواحدة عبر تطبيق نصوص نوعية مجسدة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، معربة عن تطلعها لأن تكون هذه الخطوة أحد أهم العوامل المساهمة للحد من الخلافات الزوجية وحصر مشكلات ومعدلات الطلاق في أضيق نطاق ممكن. وأكدت صاحبة السمو الملكي على أن إنشاء مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يجب النظر إليه كإنجاز وطني، في هذا الإطار سيستمر المجلس الأعلى للمرأة بمتابعة تنفيذ توصياته ونتائج دراساته الميدانية التي ترصد احتياجات المرأة وتحافظ على خصوصيتها وتراعي المصلحة الفضلى لجميع الأطراف في الأسرة الواحدة، مشيرة إلى أن هذا التوجه الملكي الكريم سيعزز من مسؤولية المجلس الأعلى للمرأة تجاه تنفيذ اختصاصاته وتولي مسؤولية الوطنية تجاه تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة البحرينية. كما أعربت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله عن شكرها وتقديرها لشركاء المجلس الأعلى للمرأة من الجهات القانونية والعدلية الرسمية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي بذلت جهودا طيبة ومتابعة حثيثة لأجل الدفع باتجاه إنشاء محاكم أسرية مستقلة. وأكد سموها أيضا على أهمية الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالمرأة في هذا الإطار. وأكد سموها حفظها الله أن المجلس الأعلى للمرأة سيواصل مساندته لأعمال جميع الشركاء لكل ما من شأنه أن يحفظ المكان الرفيع للأسرة البحرينية، متطلعة إلى أن تضم المحاكم الأسرية كل ما تحتاجه من خبرات قضائية وإدارية ونوعية كالاختصاصيين والاجتماعيين والنفسيين، وأن تكون المحاكم الأسرية صرحا وطنيا قادرا على حماية حقوق الأسرة البحرينية ومساهما في رفع مستويات الاستقرار الاجتماعي في مملكة البحرين.